المؤتمر الدولي السابع نحو آفاق مستقبلية للتنمية المستدامة. هذا المؤتمر بيقام في رحاب جامعة مدينة السادات، بيلقي نظرة هذا المؤتمر بيلقي نظرة على أهم القضايا الراهنة الموجودة في الوضع الحالي، وأهمها طبعا بلا شك هناك يعني أهم المحاور اللي بيناقشها المؤتمر هو محور التغيرات المناخية. وهذا المحور يعتبر بيلقي الضوء على هذا المحور بكثير من الجوانب بتاعته، ازاي يقدر يأثر التغيرات المناخية، وازاي نقدر نحد من الآثار السلبية للتغيرات المناخية. طبعا هذا التغير المناخي بيأثر على كل المناحي عندنا في شتى المجالات، سواء المجالات الزراعية، المجالات الصحية، كل المجالات. فبلا شك ازاي نقدر نقلل من عملية التغيرات المناخية وأثرها السلبية. النقطة الثانية اللي بيحاول المؤتمر بيعمل فوكس عليها جدا، وهي نقطة التلوث البيئي، وازاي نقلل التلوث البيئي، وازاي نقدر نستفيد من عملية تدوير المخلفات لإنتاج منتجات كثيرة مفيدة لمجتمعنا ونوصل للزيرو ويست. هذه نقطة برضو من أهم المحاور المؤتمر بيحاول إن شاء الله يؤكد عليها، وبرضو في مجموعة من الأبحاث بتتناول سواء التغيرات المناخية أو عملية اللي هو ريسايكلينج للمخلفات سواء عضوية أو مخلفات صلبة. كذلك هناك محور اللي هو التنوع البيولوجي، وزي نقدر نصين عملية صيانة لهذا المحور المهم جدا ونقدر نتتبعه. برضو المحاور برضو المهمة جدا اللي هو محور النانو تكنولوجي، وازاي نقدر نستغل هذا العلم الجديد اللي هو بدأ يظهر عندنا في نحن في اللي هو النانو فلتلايزر وكثير من المنتجات، وهل هي لها آثار بجانب الآثار الإيجابية، هل هي لها هناك آثار سلبية على حياتنا ومستقبلنا، لأن بدأ ينتشر في السوق المصري اللي هو النانو فلتلايزر وكثير من المنتجات اللي هي في صوره النانو. فاحنا في هذا المؤتمر بنناقش في اوراق علميه هل هناك تاثيرات سلبيه ام كلها ايجابيه لعلم النانو تكنولوجي، وهيبقى عندنا محاضره قيمه باذن الله في هذا المحور. كذلك هناك محاور اللي هو المياه واستدامتها، وازاي نقدر نستغل المياه الجوفيه، ولاي مدى هذه المياه نقدر نستغل هذه المياه. هناك اوراق بحثيه بتناقش المياه الجوفيه ومستقبل مصر من مصادر المياه، وازاي نقدر نعمل عمليه ترشيد لاستهلاك المياه. فبرضه ده احد المحاور ان شاء الله اللي مؤتمرنا بيهتم بهذه النقطه البحثيه، علاوه على ان هناك محور اخر وهو محور مهم جدا وهو الطاقة الجديدة والمتجددة. ازاي نقدر نستغل مصادر الطاقة، واحنا في مصر عندنا مصادر الطاقة الشمسية مصادر جيدة جدا وبصورة كبيرة جدا، وازاي نقدر نستغل مصدر الطاقة الشمسية او طاقة الرياح ونحاول ان احنا ندخلها في منظومتنا بكثير من برضو يعني نقلل من اولا استخدامها، هيقلل من التلوث، هيقلل من اللي هو الاستخدام او الضغط على حياتنا. فبلا شك هناك برضو محاور كثيرة جدا من هذه المحاور هيلقي عليها مؤتمرنا ان شاء الله باذن الله، علاوة على كثير من المحاور الاخرى. نتمنى ان شاء الله ان نطلع بتوصيات وريكومنديشن كويسة جدا ان شاء الله تفيد مجتمعنا وتفيد جمعيتنا، وان شاء الله يبقى حاجة ان شاء الله مفيدة لنا جميعا ان شاء الله.